تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، أصبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. مستمعين الأعزاء، نرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي. معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون من خلال برنامج صحة وسعادة أنكم تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا، أذكركم بضرورة أخذ لقاح كوفيد-19، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، وأيضا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس نتيجة لطبيعة عملهم. اللي ما بادر بأخذ موعد لحصوله على اللقاح يبادر بأخذ موعد، لأن اللقاح هي إحدى المفاتيح الرئيسية لتجاوزنا لهذه الجائحة ورجوعنا لحياتنا الطبيعية. وننتقل إلى خبرنا لليوم. خبرنا يقول: المشي أثناء النوم مؤشر على احتمال الإصابة بباركنسون. توصلت دراسة أمريكية جديدة أن الرجال اللي يعانون من مشاكل مثل المشي أثناء النوم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون. ووجد باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الذين يمشون أثناء النوم أو يعانون من اضطراب النوم معرضون لخطر الإصابة بباركنسون أكثر بأربع مرات مقارنة مع غيرهم. وقال كبير الباحثين الدكتور شيانغ جاو أن الذين يمشون أثناء نومهم قد يقومون بحركات مفاجئة بالذراعين أو الساقين، ما يعد دليل ممكن على إصابة عصبية في الدماغ، ويمكن أن تكون مؤشر على الإصابة بمرض باركنسون. وأيضا قال أن من المهم أن ندرك أن هناك الكثير من الذين يسيرون أثناء النوم أو يعانون من اضطراب النوم السلوكي، والذين لا يعانون من مرض باركنسون، فإن السير أثناء النوم لا يدل بالضرورة على الإصابة بهذا المرض. وأثناء الدراسة جمع الباحثون بيانات ما يقرب 26,000 رجل متوسط أعمارهم 76 عام، وأظهرت النتائج أن أقل من 1% يعانون من مشاكل المشي أثناء النوم، وحوالي 1% يعانون من مرض باركنسون. وبعد الأخذ بالاعتبار عوامل مثل العمر والتدخين وتناول الكافيين والأمراض المزمنة واضطرابات النوم الأخرى، وجد الباحثون أن المشي أثناء النوم مرتبط بخطر الإصابة بمرض باركنسون. هذا كان خبرنا لليوم. حلقتنا بتكون متنوعة، رح نتحدث عن أنماط الحياة الصحية، رح نتحدث أيضا عن المشاكل الصحية في رمضان كيف نتفاداها من خلال الغذاء. قبل كل هذا، مستمعين الأعزاء، مثل ما تعودنا بتكون ويانا الأستاذة اسماء الجناحي، وبتحدثنا عن آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير اسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ نحن مستمرين في الوعي الخاص بتطعيم، وأمس كان عندنا سؤال في وايد أسئلة متكررة حول الأشخاص اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي. البعض يقول أنا عندي ربو، البعض يقول أنا عندي أنا على أكسجين، فحطينا نشرة عامة لجميع أصحاب الأمراض الجهاز التنفسي، كيف ممكن يعني انه هو يحمي نفسه بشكل عام، خصوصا بعد هالفتره بعد الجو متغير.
بشكل عام كيف يقدر يحمي نفسه خلال الجائحة، وأيضا ليه ما يأخذ تطعيم، وهل يستطيع أنه يأخذ تطعيم ولا لا. حسب النشرة اللي حطيناها كل أصحاب الأمراض الجهاز التنفسي يقدرون يأخذون التطعيم، لكن إذا في أشخاص يأخذون مثلا كورتيزون يعني كحبوب أو كإبر من فترة طويلة، هذول الأشخاص اللي ما يقدرون يأخذونه. تقريبا هالأشياء اللي موجودة يعني كنا حاطينها في نشرة، ونتمنى من الجميع أن اللي عنده أمراض الجهاز التنفسي يدخلون ويسمعون الفيديو اللي فيه يتكلم أحد الأطباء اللي عندنا دكتور بسام محبوب، وهو طبيب متخصص في هذا المجال، يشرح لهم بالضبط الأشياء اللي متعلقة بهذا المرض. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن مستمرين في نشرها أسبوع تطعيمات العالمي والنصائح اللي خاصة بهذا الموضوع. وصلتنا بعض الأسئلة حول التطعيم وكيف ممكن واحد يحجز موعد. حجز موعد هو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي في مراكز التابعة لهيئة الصحة. عندنا نحن تقريبا أكثر من 11 مركز، وجميع المراكز هي عن طريق المواعيد. ما في مركز تابع لهيئة الصحة حضور بدون موعد، كل المراكز بالمواعيد. الطريقة بسيطة، يفتحون التطبيق، ممكن يدخلونه يا عن طريق وي باس إذا عندهم، أو من طريق اليوزر نيم والباسورد، أو إن يحطون الـ MRN نمبر تجربة. مش الـ MRN إيه اسمه؟ هو MRN نفس الشيء. لا هاك حامضر البوزي مرسال اسمه. هذا الشيء غرست شوية. فنحن يعني طريقة وايد سهلة، وايد عندنا مثل نشرات الأشخاص كانوا يتكلمون عن سهولة حجز الموعد. نتمنى من الجميع أن يشوفون نحن بشكل يومي يتم تحديث المواعيد. لكن بالنسبة للأشخاص اللي هم 60 سنة فما فوق، في خط أو طريقة خاصة أو لاين خاص لهم عن طريق مركز الاتصال 8342، يختارون كوفيد، يختارون 60 سنة فما فوق، وبعدين يقدرون يحجزون الموعد. هاي بالنسبة للأشخاص اللي 60 سنة فما فوق. توصلنا كثير من الأسئلة إذا هل ممكن للأشخاص اللي عندهم فيزا زيارة أن يأخذون التطعيم. جميع يعني التطعيمات في هيئة الصحة هي لحاملي إقامة دبي وللمقيمين في دبي من عمر 60 سنة فما فوق وحاملين إقامة إمارة أخرى. هاي تقريبا من الأشياء اللي وايد كانت توصلني في قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا نحب نشكر كل اللي يجون ويشاركونا تجربتهم في قنوات التواصل الاجتماعي، ودائما اللي يسمعونا وبيروحون المركز اليوم لا تنسون تسوون تاغينج على الستوري مالكم. وأدمتم بالصحة والسعادة، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معنا اسم الجناحي وحدثتنا عن آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما قالت أسماء، احنا قاعدين نوعي الأشخاص بمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي. احنا قائمين بحملة لتوعية المجتمع عن أهمية التطعيمات، مش فقط تطعيم كوفيد-19، لكن أنا حابة أضيف أيضا نقطة أن أثناء الجائحة الكثير من الأهالي قاموا بتأجيل أو تأخير موعد التطعيمات تطعيمات الروتينية لأطفالهم. فأنا حابة أستغل هذه الفرصة وأذكرهم أن احرصوا على أنكم أنتم تعطون أطفالكم تطعيماتهم الروتينية، ولا تأجلونها لأي سبب كان. حتى يعني لو كنا إحنا الآن نكافح جائحة كوفيد، لكن هذا ما يعني أن إحنا ننسى الجوانب الأخرى من حياتنا الصحية. والتطعيمات الروتينية جدا مهمة للحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا. فعشان كذي اللي ما أعطى أطفاله التطعيمات، اللي قام بتأجيله، أو اللي راح عمباله أنه في مواعيد لتطعيم طفله، يبادر بالاتصال في مركز اتصالنا الموحد ويحصل على أقرب موعد عشان يعطي طفله التطعيمات الروتينية. وهاي كانت أخبارنا في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير ونستكمل باقي أجزاء حلقتنا لليوم. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي.
أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعاني الكثير من الناس من بعض المشاكل الصحية خلال شهر رمضان، مثل الإمساك وحرقة المعدة وغيرها من المشاكل اللي ممكن إن نتفاداها من خلال نظام صحي صحيح. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور دكتورة هند، حياكم الله مستمعين الكرام. أستاذة، شوي لو تحدثينا عن أبرز المشاكل الصحية اللي يعاني منها البعض خلال شهر رمضان بسبب نظامهم الغذائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعرف الناس ليش تشتكي هالكثر من شهر رمضان، مع أن الصيام فوائد كثيرة وعديدة ومتنوعة على صحة الإنسان من ناحية البدنية والنفسية بشكل عام، وعلى الجسم وأجهزته وأعضائه بشكل خاص، إنه يحسن الأداء ويرفع من فاعليته. وهو يعتبر الفترة هاي فترة هدم وبناء، هدم الخلايا القديمة وبناء خلايا جديدة. ولكن في فئة من الناس شوية ممكن تطلع عن المسار وتكون عندهم مشاكل نتيجة لأسباب معينة، قد تكون هاي تغيير مفاجئ في العادات اليومية اللي حصلت خلال شهر رمضان، لأنها تكون فترة صيام وانقطاع عن الروتين اليومي، ومن خلال اتباعهم للعادات ممكن تكون الغير صحية اللي قد تسبب مشاكل هضمية، منها مثل ما قلت في سوء الهضم، النفخة وحرقة المعدة وعسر الهضم والتلبك المعوي، الإمساك أو الإسهال أو الصداع، وهي كلها نتيجة السلوكيات الخاطئة اللي يمارسها بعض من الصائمين. من هاي السلوكيات نحن ممكن نقولها الإفراط في تناول الأطعمة اللي هي في الغالب تكون الأطعمة الدسمة، عندنا كثرة التوابل والبهارات، التنوع الزائد عن اللزوم في الأطباق والوجبات، السرعة في تناول الأكل وعدم مضغ الأكل بشكل جيد، كثرة المشروبات المحلاة، هاي كلها ممكن تؤدي إلى هذه المشاكل. طيب كيف ممكن احنا نتفادى هذه المشاكل أستاذة مريم؟ نعم، عندنا لكل مشكلة ممكن نتفادى. بشكل عام ممكن نتفادى عن طريق تناول فطور صحي، وجبة السحور تكون صحية، الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم، ممارسة الرياضة، الالتزام بالعادات الصحية وتجنب العادات الضارة، تقليل من استهلاك الطعام، نبتدي بوجبة الإفطار مثلا، نحاول مثل ما قلنا في الحلقات السابقة أن وجبة الإفطار مهم أن نحن نقسمها إلى وجبتين كتمهيد للمعدة لاستقبال الطعام، وتكون عملية الهضم ماشية بشكل سهل وسلس لاستقبال الغذاء. صحيح، لأن احنا نحتاج أن نهيئ هذه المعدة لوجبة الإفطار بعد صيام يوم طويل. نعم. فلذلك لازم احنا نعرف الطريقة الصحيحة عشان نتناول وجبة الإفطار. بالضبط، يعني لازم نبتدي أن نحن نمشي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ناكل حبات من التمر مع كوب ماء، ممكن ناخذ من خلال هاي الفترة بعد إذا ما نحب التمر أي فاكهة ثانية، ممكن ناخذ اللبن أو شوربة خضار معاها. صحيح. وبعد صلاة المغرب بعدها بعشر أو 15 دقيقة تقريبا نبتدي الوجبة الأساسية للإفطار،
ويفضل أنها تكون متنوعة وشاملة على جميع العناصر الغذائية، تكون قليلة في نفس الوقت تكون نافعة. صحيح. وأهم شيء اللي هو أن نتمهل في تناول الأكل والمضغ الجيد للأكل. جميل جدا. ونبتعد عن الأطعمة الدسمة، المشروبات المحلاة، نحاول قدر الإمكان نقلل منها ونستبدلها بالعصائر الطبيعية إذا ممكن، أو الأفضل طبعا يكون شرب الماء هو الخيار الأفضل. ومن وجبة الأفطار ننتقل لوجبة السحور، شو هي الأغذية اللي تنصحين الشخص أن يبتعد عنها خلال وجبة السحور عشان يتفادى المشاكل الصحية أثناء الصيام؟ طبعا معروف أن وجبة السحور هي الوجبة اللي تساعد على الصيام بشكل أفضل وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة طوال فترة الصيام. ونفضل دائما وأن نأخر وجبة السحور. وجبة السحور في الغالب لازم تكون غنية بمجموعة الكربوهيدرات المعقدة واللي تكون عالية بالألياف عشان تعطينا شعور بالامتلاء والشبع لفترة طويلة. عندنا مثل ممكن ناخذ الخبز الأسمر، الشوفان مثلا، ممكن ناخذ الرز الأسمر، البطاطا مثلا ممكن ناخذها، أنواع كثيرة من مجموعة الكربوهيدرات. نتجنب قدر الإمكان من الأغذية المقلية والسكريات، قد ما نقدر نقلل منها في هاي الفترة أساس نتفادى المشاكل اللي ذكرناها. نبتعد عن الأكلات المالحة والمخللات قدر الإمكان أساس ما نتعرض للعطش. نحاول نشرب ماي، بس طبعا الماي ما يكون كله في فترة السحور، يعني يفضل الماي يكون من وجبة الإفطار لين وجبة السحور. أستاذة مريم، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ لازم نعرف أن الوضع الصحي العالمي الراهن يحتاج إلى توثيق علاقة التغذية السليمة بالمناعة وترسيخ ثقافة وعادات الغذاء الصحي في أوساط المجتمعات كافة. خلي يكون صيامنا هاي السنة أكثر صحي، ومن خلال طبعا اتباع عادات غذائية تحافظ على الصحة والنشاط وتخلص الجسم من السموم وأي مشاكل صحية. فالصيام عزيز المستمع فرصة أنك أنت تستثمرها لصحتك، تنهل واستمتع بوجبتك وتجنب الإفراط في الطعام. أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي، كل الشكر على معلوماتك القيمة وعلى وقتك الثمين معنا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة مريم وحدثتنا عن بعض المشاكل الصحية اللي ممكن الشخص يعاني منها أثناء الشهر الفضيل، وعطتنا بعض النصائح اللي ممكن الشخص يسويها عشان يتفادى هذه المشاكل. في نقطة أنا حبيتها من الأستاذة، قالت إن شهر رمضان هو شهر الهدم والبناء، نهدم خلايانا القديمة ونبني خلايا جديدة، فعشان عملية البناء تكون صحيحة وعلى أسس صحيحة إحنا لازم نتبنى أنماط حياة صحية في غذائنا عشان عملية البناء هذه تكون ذو فائدة وتكون فعالة. مستمعين الأعزاء، بعد الفاصل راح نتحدث عن أنماط الحياة الصحية خلال وبعد رمضان مع الدكتور مهدي العبودي، لكن بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم في فقرة أنماط الحياة الصحية. صحة وسعادة.
رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا أعزائي المستمعين على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. احنا كلنا نعرف عن أهمية الالتزام بأنماط الحياة الصحية وأهمية الاستمرار في شهر رمضان المبارك عشان احنا ايضا نتفادى العديد من الأمراض من ضمنها الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض. عشان نتحدث عن أنماط الحياة الصحية اليوم يسعدني ويشرفني ان نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب الأسرة هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور مهدي. صباح النور والسرور. دكتور بداية نتحدث عن أهمية الالتزام بنمط الحياة الصحي ودوره في الوقاية من الأمراض. أولا بغيت أهني الشعب الإماراتي بحلول شهر رمضان، وفي نفس الوقت أبارك الشعب اللي هم أشجعهم قبل ما ندخل في موضوع اللي هو نمط الحياة الصحية، أشجعهم على أخذ اللقاح الجميل هذا، اللقاح كوفيد 19. أيوة. زين بخصوص اللي هو نمط الحياة الصحية، هو بشكل عام شهر رمضان لازم نحن بشكل عام نركز على الحياة النمط الصحي، لأن هي فرصة خلال الشهر نحن نقلل الأكل، نركز على مثلا على العبادة وهذه الأمور بشكل عام. صحيح. خلال هالفترة خلال النهار نحن أكلنا يقل وكله، ولما يجي وقت الفطور نبدأ بأكلات خفيفة وما نفكر في أكلنا خلال هالفترة، وخلال النهار مع الرياضة مع شوية الحركة وهذا بنلاحظ إن خلال شهر رمضان صحتنا بتكون شوية أحسن، والوزن يخف، السكر يكون أفضل، الضغط يكون أفضل، وكل هاي الأمراض المزمنة. مع نهاية الشهر نكون إحنا تقريبا تعودنا وصلنا إلى مرحلة إنه إحنا يعني في مرحلة شبه التحكم بالحالات اللي الأمراض المزمنة. ندخل نحن على فترة العيد وعلى ما اليوم ما بعد شهر رمضان. مع بعد شهر رمضان خلال بالذات في اللي هو يوم العيد أو يوم عيد الفطر إحنا شوية نقول نتحمس شوية من الصبح نحن اللي هي الأكلات التقليدية اللي عندنا. طبعا خلال هاي الفترة إن شاء الله يعني هاي السنة نحاول نحن نلتزم إن ما تكون في زيارات كثيرة، لأن بسبب الأوضاع الصحية بشكل أول، وبشكل ثاني إذا كان مثلا الشخص بيزور أو كذا الالتزام بالإجراءات الوقائية، واللي نحن للأكل أو نمط الحياة الصحي مثلا ما نحاول نكثر من الأكلات اللي فيها نسبة كبيرة من السكريات، من الحلويات أو الوجبات الدسمة والثقيلة وكذا، لأن هاي بعد ممكن تخلينا نحن نرجع خطوات للخلف أو للوراء، وما نكون استغلينا في فترة شهر رمضان أن نحاول نرجع إلى نمط حياة صحي. جميل جدا. معناته دكتور أنت تقول أن إحنا لازم نستغل شهر رمضان عشان نتبنى عادات وأنماط وسلوكيات صحية عشان نستمر فيها بعد شهر رمضان. هل في نقاط إضافية حاب تضيفها في هذا المنظور؟ هي نوعية الأكل، شو المقصود بالنمط الحياة الصحي؟ أولا اللي هي الحركة والرياضة. طبعا الحين ما شاء الله شهر رمضان واحد يلاحظ ان الناس فيهم حركه زياده، واحد يطلع مثلا قريب وقت الفطور على اخر فتره العصر قبل المغرب، واحد يحصل ناس طالعه تتمشى او مثلا تسوق سيكل او تسوي اي رياضه من اي يعني رياضات بشكل عام. صحيح. ثانيا تحاول تقلل اكلها على مثلا فتره الفطور والسحور، يعني حتى الحين مثلا خلال فتره
جلستي في العيادة خلال هالفترة الأخيرة آخر هالأسبوعين، لاحظت أن يجون أكثرية الناس يقول له لا أنا مثلا وجبة واحدة تكون الوجبة الرئيسية، يا هي الفطور أو السحور، والوجبة الثانية تكون خفيفة، فخلاص طبيعة الأكل كمية الأكل اختلفت. صحيح، ناس كثار قاموا يقطعون نسبة اللي هي الحلويات والسكريات من اللي هي الحمية اليومية من وجباتهم اليومية، فبعد هاي نقطة إضافية. لكن شو اللي يحصل؟ إنه هو يوصل شهر مثلا نهاية الشهر وتوصل فترة العيد، واحد يقول مثلا لا اللي هو يوم العيد بس، بعدين ثاني يوم العيد اللي هم خلاص اللي هم بس يومين. صحيح. بعدين ارجع الى حياه صحي النمط الصحي. بعدين شو يسوي؟ يتعود خلاص كل هاللي سواه الشغل خلال هالفتره. يقول خلاص هو اهدره على يومين ثلاثه، بعدين يحس بتأمين تأنيب الضمير، يقول خلاص ما اقدر الحين بكمل على النمط اللي هو ما قبل شهر رمضان، ما عليه بعدين بعوض، ويتم يأجل اللي هو العوده للحياه الصحيه لين الله اعلم. ايوه، فأنت يعني تنصحهم أنهم يستمرون في أنماطهم الصحية حتى أثناء فترة العيد أيضا؟ أكيد أكيد. طيب دكتور، فيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا يعني مرضى السكري، هل من نصايح تعطيهم عشان يتفادون مضاعفات المرض، وكيف يمكنهم أيضا يستغلون هذا الشهر الفضيل؟ أولا اللي هي أصحاب الأمراض المزمنة، إذا بنتكلم عن مرضى السكر، أهم نقطة أن يراعون الأكل اللي يأكلونه. بالنسبة لمرضى السكر، لا أهم جزء في مثلا المحافظة على صحتهم هو مراعاة الأكل. السكر، أي أكلة فيها سكر سكريات يبتعدون عنها، خاصة حين في شهر رمضان هم يقدرون خلال النهار، يعني مثلا إذا الطبيب سامح لهم إنهم يصومون، لأن في بعض مرضى السكر صيام شوية بيكون متعب لهم، بس إذا مسموح لهم الصيام إن هم يبتعدون عن أي أكلة فيها سكر أو أكلات فيها نسبة عالية من النشويات والدهون، يتجهون أكثر شيء إلى مثلا الأكلات الطازجة، كميات قليلة من الكربوهيدرات مثل العيش أو الخبز، والتكفيف على اللي هي البروتين مع الخضرة. أيوة. لما يجون للسوائل يتعدون عن أي سائل مثلا أي مشروب فيه سكر. طبعا نحن عندنا شهر رمضان شهر الناس يحبون يشربون فيمتو ولا يشربون اللي هو شراب ورد. هاي المشروبين هذه اللي فيهم نسبة عالية من السكر، فالأفضل والأفضل اللي يبتعدون عنها. إذا بغوا يشربون شيء، الماء موجود أو العصائر الطازجة لكن بكميات قليلة مش بكميات كبيرة. جميل. إضافة إلى اللي هي النمط الغذائي، شوية رياضة تكون، إذا شافوا إنه يقدرون مثلا قبل الفطور أو أوكي، إذا ما قدروا بعد الفطور مشي أقل مدة، يعني يقدرون يمشونها نص ساعة مثلا بعد الفطور أو مثلا بعد صلاة التراويح، يمشون لما فترة نص ساعة، هاي النص ساعة تكون كفاية بالنسبة لهم. فبهاي الطريقة هم عودوا نفسهم خلال هالشهر أن يأكلون مثلا يكون نمطهم بهاي الطريقة، بحيث أن بعد شهر رمضان يستمرون بهالنمط. وبعد أيضا مهم جدا أن هم يعرفون أن يراقبون أعراضهم ويشوفون مستوى السكر لديهم أيضا، وينتبهون دكتور للعلامات اللي ممكن يعني تعطي دليل أن مثلا مستوى السكر عندهم ارتفع أو انخفض. أيضا هذا الشيء جدا مهم خصوصا للأشخاص المسموح لهم بالصيام وهم يعانون من مرض السكري، جدا مهم أنهم ينتبهون لهذه الأعراض والعلامات اللي احنا نسميها علامات الخطر، أن لازم هو يتصرف إذا صارت هذه العلامات أيضا. نعم صحيح، هو مثل ما ذكرتي اللي هو أهم شيء إن هم يراقبون إذا أعراض انخفاض السكر أكثر من ما هي أعراض ارتفاع السكر. خلال النهار نادر من يكون عندهم السكر يرتفع إلا إذا كان المريض يعاني من السكري من النوع الأول،
بس بشكل عام الانخفاض هو أهم شيء. فإذا كان المريض السكر بدأ يحس بتعب زايد مثلا شيء صعوبة في النظر مع الزغللة قام يحس مثلا تعرق زايد ورعشة في الجسم ويحس إنه خلاص بيطيح أو مثلا بيغمى عليه ويبدوخه، فالأفضل بس يحس بهاي الأعراض يقيس السكر، وإذا شاف السكر واصل تحت 70 فيحاول بهاي الحالة يحتاج يكسر صيامه. إذا كان صايم فيكسر صيامه، يأكل أي شغلة ترفع مستوى السكر عنده عشان ما تنزل لمستوى خطير. صحيح. طيب دكتور، نتحدث بما أن احنا نتحدث عن أنماط الحياة الصحية، نتحدث شوي عن التدخين، وحضرتك كطبيب أسرة شو هي النصائح اللي توجهها للأشخاص المدخنين عشان يتخلصون من هذه العادة السيئة؟ والله في شهر رمضان فرصة وايد مهمة لهم، بما أن هم خلال فترة النهار ما مدخنين إن هم يحاولون يكملونها هاي الفترة، يعرفون إن هم قادرين يمنعون نفسهم من التدخين، قادرين يمسكون أعمارهم. وخدمة والهيئة موفرة هي عيادات الإقلاع عن التدخين، يراجعون يقدرون يراجعون هاي العيادات، والطبيب يساعدهم مثلا بأساليب وطرق مبتكرة أو جديدة ومع وجود بعض الأشياء مثل الأدوية اللي ممكن تساعدهم إنه يقلعون عن التدخين. فاستغلال هاي فرصة مهمة جدا لهم. خلال النهار نحن حين تقريبا نصوم تقريبا 14 ساعة، فهي 14 ساعة نحن ما نقرب المريض أو المدخن ما يقرب التدخين. فخلال العشر ساعات الباقية لو قدر هو بعد نفس الوقت يعود نفسه أو مثلا يجبر نفسه ما يصاب التدخين، فبيكون هو أنجز لنا خطوة كبيرة من البرنامج اللي هو الإقلاع. يعني مهم هاي الفترة خاصة من هو مدى التدخين مع المضار الكثيرة اللي نحن شفناها مثلا الفترة الأخيرة أو دراسات مع أمراض السرطان أمراض الرئة وغيرها من الأمور. طيب دكتور، هل في من نصائح أخيرة حاب توجهها للمستمعين بخصوص أنماط الحياة الصحية في شهر رمضان؟ أهم شيء اللي هو خلال هالفترة شهر رمضان اللي هو الحركة، الرياضة لو خفيفة أما قبل أو بعد الإفطار، بس ما يكون مثلا فترة الظهر بسبب الجو، لكن قريب فترة الإفطار إذا قد ما قدر إلا بعد الإفطار. فمسألة تعويد يعود نفسه على الرياضة. ثانيا أنواع الأكل، مثلا نوعية الطعام اللي أكله، قليل السعرات الحرارية، قليل السكريات، يكثر فيها من البروتين ومن الخضروات بشكل عام. أربعة، السكريات أو هاي اللي مشروع الموجودة في المشروبات، هاي ما حنز قول لك مثل ما نقول سعرات حرارية أو سكريات مخفية أو اللي هو تغش الدخل نفسها داخل الجسم، واحد يحاول يبتعد عنها قدر الإمكان. بعض العادات سيئة مثل التدخين وغيره مثلا محاولة الابتعاد عنها. الالتزام بشهادات الطبيب، إذا مثلا طبيب نصح المريض مريض المرض المزمن مثلا إذا يقدر يصوم يصوم، إذا شاف أنه هو الصيام بالنسبة له بضرة يحاول يلتزم بما يقول للطبيب. والأدوية يلتزم فيها بمثل يعني مثل ما طبيبة أو طبيبته شرحت لهم ومتى يأخذون الأدوية والكميات المطلوبة في هالفترة. صحيح. دكتور مهدي العبودي، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي، شكرا على معلوماتك الجدا قيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم.
كان معانا الدكتور مهدي وحدثنا عن أهمية الالتزام بأنماط الحياة الصحية. أنا حابة أيضا أضيف على كلام الدكتور مفهوم نمط الحياة الصحي، مش فقط هي الصحة الجسدية فقط، لا، الصحة الجسدية مهمة، لكن أيضا إحنا لازم نركز أيضا على الصحة النفسية. جدا مهم أيضا أن إحنا نتجاوز المفهوم اللي الكل يعرفه، غذاء صحي ورياضة، يعني نكبر شوية السكوب، وأيضا نهتم في الصحة النفسية للشخص وأيضا الأمور الأخرى في حياته، من ضمنها النوم الصحي، العادات الصحية من التدخين وما إلى غير ذلك. أيضا الشخص لازم يكون واعي في هذه الأنماط الصحية. جدا مهم أنك أنت تلتزم بنمط غذاء صحي، مش فقط لفترة معينة، ولكن يعني الفكرة أنك أنت تلتزم بهذا الشيء طوال الوقت، سواء كان رمضان، كان عيد، كانت إجازة. الفكرة أن هذه تصير مفهوم للحياة عندك، تفهم بالضبط شو اللي يناسب وشو اللي ما يناسب أنك أنت تاخذه. جدا مهم أنك أنت تعرف الكميات الصحيحة أيضا لهذا الغذاء. الرياضة وايد مهمة، وشهر رمضان هي فرصة أيضا أنك أنت تخسر الوزن إذا أنت كنت حاب. كان في بوست نازل قبل كم من يوم عن فوائد التمرين في رمضان، وكنا نتحدث عن قبل الإفطار وبعد الإفطار، وكنا أيضا نقول لكم شو هي الظروف المناسبة لأداء هذه التمارين. اللي حاب يعرف معلومات أكثر عن فوائد التمارين في رمضان يرجع لهذا البوست، احنا نزلناه تقريبا قبل 3 أو 4 أيام. بس ملخص لي هذا البوست، جدا مهم انك انت تختار المكان الصحيح والوقت الصحيح لممارسة هذه الرياضة، وايضا تعرف ظروفك الصحية، هل انت من ضمن الفئات اللي تقدر تمارس الرياضة قبل الافطار، او انت من ضمن الفئات اللي تمارس الرياضة بعد الافطار. الجانب النفسي جدا مهم، حفاظك على راحتك النفسية، ابتعادك عن التوتر جدا مهم في نمط حياة صحي، حصولك على عدد كافي من ساعات النوم، مش فقط في رمضان ولكن طوال الوقت أيضا مهم. إذا أنت كنت تعاني من أمراض مزمنة، أكيد لازم قبل هذا الشهر الفضيل تقعد جلسة استشارة مع طبيبك وتتناقش هل في إمكانية أنك أنت تصوم، كيف تقدر تصوم، كيف أنت تاخذ أدويتك مع الصيام، شو هي العلامات الخطر اللي لازم تنبهك أنك ضروري أنك تكسر صيامك وما تكمل صيامك إذا ظهرت لك هذه العلامات، وبالأخص إذا أنت كنت تعاني من مرض السكر. وايد مهم انك انت تراقب مستوى السكر في دمك، اذا نزل اقل عن 70 او اذا حتى ارتفع، لان هناك ايضا علامات خطر لارتفاع السكر في جسمك. لازم احنا نعرف هذه العلامات، مريض السكري لازم يكون على وعي تام بحالته الصحية، وايضا مش بس الوعي، لازم هو يعرف ايضا كيف يتصرف اذا ظهرت عليه هذه العلامات. باختصار مستمعينا الاعزاء، نمط حياة صحي مش فقط غذاء ورياضة، ولكن هي كامل مكنونات حياتك، من النوم لصحتك النفسية، من عاداتك اللي أنت تتبناها. جدا مهم أن إحنا سوف نستمر في توعيتكم عن أنماط الحياة الصحي في رمضان وما بعد رمضان أيضا. هذه كانت فقرتنا عن أنماط الحياة الصحية مستمعينا الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل لحلقتنا اليوم. أرجع وأذكركم أن اللقاح هي إحدى الطرق الفعالة في مكافحة جائحة كوفيد-19. إحنا مسؤولين عن صحتنا وصحة الآخرين، ومسؤولين أيضا في رفع نسبة المناعة المجتمعية في الدولة عندنا. اللي ما بادر بأخذ اللقاح يبادر بأخذ اللقاح. اللقاح هو جدا آمن وجدا فعال، بالأخص للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم، وأيضا كبار السن. عندنا جدا مهم أنهم اللي ما أخذ اللقاح يبادر بأخذ هذا اللقاح. أتمنى أن قدرنا نفيدكم في حلقتنا اليوم ولو بالقليل مستمعين الأعزاء. كل الشكر لي
فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي. كل الشكر للأستاذة إسراء الهاشمي لتنسيقها ومتابعتها للحلقة. طبعا ما ننسى مخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر له. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.